بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو وهيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول فانون حا. أخونا عرضنا له جزءا من رسالته في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: أثناء اشتراكنا في حملة للحج فأجينا بالخدمات السيئة التي كانت تقدمها، وعانينا متاعب كثيرة لا يعلمها إلا الله من نقص في الخدمات، وحينئذ لاحظنا أيضا نقصا في النواحي الإدارية، وبقي لهم عندي مبلغ 300 ريال هو باقي اشتراكي معهم ولم أعطهم إياه نتيجة لخدماتهم المتواضعة. وسؤالي: هل يجب علي أن أدفع لهم المبلغ المذكور، أم يكون حجي ناقصا إذا لم أدفعه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب على أصحاب الحملات أن يوفروا لمن معهم من المتعاقدين معهم، أن يوفروا لهم متطلبات السفر ومتطلبات الحج والعمرة على خير وجه كما شرطوا عليهم، وأن لا يقصروا في شيء من ذلك، لأنها لا واجب عليهم، ولأنها حقوق مخلوقين يحاسبون عنها يوم القيامة ويؤاخذون بها إلا أن يسمح لهم أصحاب الحقوق، فهي مسؤولية عظيمة. على أصحاب الحملات أن يبرئوا ذممهم من هذه العهد العظيمة التي تحملوها. وأما ما ذكره السائل من أنه بقي عنده شيء من النقود التي اشترطها عليه أصحاب الحملة ضمن المبلغ الذي يدفع لأصحاب الحملة من قبل الحاج أو المعتمر، وهو بقي عنده شيء من هذا المبلغ يريد أن يقتص به منهم بسبب تقصيرهم في المسؤولية، فهذا أمر يحتاج إلى المفاهمة بينك وبين أصحاب الحملة، أن تتفاهم معهم، فإذا اصطلحتم على شيء من هذا الأمر أو غيره فالصلح جائز بين المسلمين. أما أن تبقى بدون مفاهمة معهم وبدون محاسبة معهم فهذا لا يصلح ولا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية الدقهلية المستمعة جيهان عبد الحميد بعثت تسأل وتقول: منذ وفاة والدي أقوم بقراءة جزء من القرآن الكريم يوميا وبعض السور المتفرقة، وأهب ثواب ذلك لوالدي ولأموات المسلمين، فهل هذا يغنيني عن قراءة القرآن لنفسي؟ وهل يكفي أن أقرأ السور اليومية أو الأسبوعية مثل تبارك وسورة الكهف والدخان؟ جزاكم الله خيرا. ثواب قراءة القرآن يرجع للقارئ، وأما إهداؤه إلى الميت فهذا لا دليل عليه. لم يكن هناك دليل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إهداء ثواب القراءة إلى الأموات، ولا في إهداء قراءة سور مخصوصة من القرآن للأموات. فعلى القارئ أن يقرأ القرآن لنفسه ويحتسب الثواب له، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فثواب القراءة راجع للقارئ مع النية الصالحة وابتغاء
وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الميت فالمشروع له الدعاء والاستغفار والصدقة عنه والحج أو العمرة عنه وقضاء ديونه إذا كان عليه ديون حقوق للناس، هذا هو الذي ينفع الميت لأنه صحت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ صالح عن أحسن طريق لصيام التطوع، إذ أنها تقول إنني أصوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس من أجل أن أجمع بين صيامي الاثنين والخميس، هل هذا هو الوصل أم يجوز أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، ويجوز أن يصومها في غير أيام البيض من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه. وإذا أراد زيادة عن ذلك فإنه يصوم ما تيسر له، خصوصا صيام عشر ذي الحجة، صيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء أو العاشر من المحرم ويوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. وإن صام الشهر كله، أي صام كل شهر محرم، فهو أفضل. وست من شوال بعد صيام رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا حافظ على صيام هذه الأيام الست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها ويوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الله المحرم أو العاشر منه ويوم قبله ويوم بعد أو يوم بعده، فإن هذا خير كثير. وإن أراد الزيادة على ذلك فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، قوله صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، إلا أنه لا يصوم الدهر كله وإنما يكثر من الصيام، حتى قال الراوي كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر. فإذا أراد زيادة على ما ذكر من الأيام التي يستحب صيامها من السنة فإنه يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لا تنصحنا شيخ صالح بصيام الأربعة الأيام من كل أسبوع متتالية كما ذكرت؟ لم يرد صيام أربعة أيام من كل أسبوع، تقول من أجل أن تجمع بين الاثنين والخميس. تصوم يوم الاثنين والخميس ويكفي من كل أسبوع، الحمد لله، يومان من الأسبوع ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عندما أكون صائمة أزور بعض الأصدقاء فيعرضون علي المأكل أو المشرب، وأحيانا أجاملهم وأفطر، وأحيانا لا أتناول شيئا ولا أبدي لهم السبب ولا أقول إني صائمة، فما هو الطريق الصحيح في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. الصيام إذا كان تطوعا فإنه يجوز لصاحبه أن يفطر، لا سيما إذا دعاه أخوه فإنه يجيب الدعوة، فإن شاء أفطر وتناول من الطعام طعام الدعوة، وإن شاء استمر على صيامه ويدعو لهم، يدعو لأهل الدعوة وينصرف ويخبرهم أنه صائم، لا بأس بذلك من أجل أن تطيب خواطرهم ويعلموا عذره، وليس في هذا رياء والحمد لله. الحمد لله، لأنه لا يقصد بذلك الرياء وإنما قصد تطيب خواطرهم وبيان العذر الذي من أجله لم يأكل من طعامهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة جيهان عبد الحميد، أحاول أثناء صلاتي أن أذكر كل ما سمعته من أذكار الركوع والسجود، كما أقوم بأداء بعض النوافل، وهذا مما يطيل صلاتي بعض الشيء، فهل يجب علي أن أقصر صلاتي وأقصرها إذا كان لدي صديقة أو أحد الأقارب حيث يتضايقون من طول صلاتي؟ الذي لا بد منه في الركوع والسجود أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرة مرة، وما زاد على ذلك إلى الثلاث إلى الخمس إلى السبع إلى العشر، وكله كل ما زاد فهو أفضل. فالمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر تسبيحات في الركوع والسجود، ويأتي من الدعاء بما تيسر، والأحسن التوسط.
الأحسن للمسلم التوسط بين التخفيف المخل والتطويل الممل، فيتوسط في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، يكون متوسطا، هذا هو الأحسن والأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يتم لي الخشوع وكيف يتم لي إبعاد الوسوسة أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ هذا يتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويبذل الإنسان الأسباب التي بها يحصل الخشوع، وأعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح وقبل القراءة، وإحضار القلب في الصلاة وقطع الشواغل، تدبر القرآن الكريم الذي يقرأه في الصلاة أو يسمعه من الإمام، كذلك لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فعلى الإنسان أن يتخلى من الأشياء التي تشوش عليه في صلاته، وكذلك الصلاة في المكان الذي فيه شدة برد أو شدة حر، أيضا الإنسان يتوخى المكان اللائق والبعيد عن الأصوات واللغط من أجل أن يقبل على صلاته. كذلك مما يجلب الخشوع أن الإنسان لا يسرح طرفه فيما أمامه وهو يصلي، لا يرفع بصره إلى السماء، لأن هذا منهي عنه متوعد عليه، لا يمد بصره إلى ما أمامه ينظر في ما أمامه من الأشياء، لأن هذا يشغله عن صلاته، وإنما يقصر نظره إلى موضع سجوده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء معين أو صلاة محددة تمكنني من رؤية والدي في المنام للاطمئنان على حاله وفي أي الدارين هو، حيث أنني مداومة على قراءة القرآن له يوميا وأنا أستغفر له باستمرار جزاكم الله خيرا؟ أما الاستغفار فهو شيء طيب، استغفار لوالدك والدعاء له هذا شيء طيب ومشروع، أما قراءة القرآن له فهذا غير مشروع. وأما تكلف الشيء الذي تحصل به الرؤية لوالدك في المنام فهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع، ولكن عليك بالدعاء لوالدك والاستغفار له والصدقة عنه، فهذه أمور تنفعه إن شاء الله إذا تقبلها الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الحرص على الرؤية التي ترين بها والدك والتعرف على أحواله فهذا أمر غير مطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين صاد، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، أرجو توضيح المقصود بالآية الكريمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف يكون الأمن من مكر الله، وهل ذلكم يعد من الكبائر جزاكم الله خيرا؟ الأمن من مكر الله من الكبائر، وهو أن الإنسان لا يخاف من العقوبة، يستمر في المعاصي والمخالفات وتضييع الفرائض وارتكاب المحرمات ولا يخاف من العقوبة، فهذا هو الأمن من مكر الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. وضحوا لي معنى هذه الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، هذا وعيد شديد أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره فإن الله حري به سبحانه وتعالى أن يفسد قلبه وأن يزيغ قلبه عن الحق بسبب المعاصي والمخالفات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة وتسأله عن ذلك: وهل يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فزيغ القلوب وقلب القلوب تقليبها له سبب وهو المعاصي والمخالفات. فإذا أزاغ الله
الله قلب عبد فقد حال بينه وبين صاحبه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا ينتفع به، لا ينتفع بقلبه، ولا يتدبر ولا يعتبر ولا يتعظ، وإنما يكون قلبه قلبا قاسيا مغلفا أو مختوما عليه والعياذ بالله. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كثيرا ما غفل الناس عن هذه الآية الكريمة شيخ صالح. لعل لفضيلتكم من كلمة للخطباء وللوعاظ وللناصحين للتذكير بمعنى هذه الآية، حتى لا يحول الله سبحانه وتعالى بين أمة محمد وبين قلوبهم. نعم، على الخطباء وعلى الوعاظ وعلى المدرسين، على الجميع أن يذكروا الناس وأن يخوفوهم بالله عز وجل وأن يحذروهم من المعاصي وأن يعظوا ويذكروا. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة بين الحين والآخر. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذا هو واجب الوعاظ والخطباء والمدرسين وكل من عنده مقدرة وكل من عنده علم وبصيرة، فإنه يركز على الموعظ في خطب الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس في خطب الجمعة. قد ذكر العلماء أن من أركان الخطبة التي لا تصح إلا بها منها الموعظة، أن يعظ الناس ويلين قلوبهم ويذكرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الآية قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكيف نوفق بين الأمن الذي في الآية الكريمة والخوف الذي في الحديث؟ وما هو الخوف الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه تجاه الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. أما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالمراد بالظلم هنا الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت شق شأنها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ وظنوا أن المراد بالظلم المعاصي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالذي تعنون، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فإن المشرك لا أمان له في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المؤمن فإن له الأمن، المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل الذي تجنب الشرك كبيره وصغيره، هذا له الأمن في الدنيا والآخرة. فإن كان إيمانه كاملا وسلم من الذنوب والمعاصي، فإن له الأمن الكامل الذي لا خوف معه. وإن كان عنده شيء من المعاصي التي دون الشرك، فإنه آمن من الخلود في النار، آمن من الخلود في النار إن دخلها، فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فله أمان لكنه ناقص بسبب الذنوب والمعاصي، ومهدد بالوعيد، لكن مآله إلى الجنة. فله مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق. الأمن المطلق هو الأمن الكامل، وأما مطلق الأمن فهو الأمن الذي معه شيء من الخوف ويخشى عليه من العذاب، لكن له أمن. أما الكافر والمشرك والعياذ بالله فإنهما ليس لهما أمن أبدا، وإنما في حقهما الخوف الخالص والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. نعم. هذه الآية الكريمة شيخ صالح تضمنت الدعوة إلى التوحيد، وكذلك
كثيرا ما دعوتم إلى التوحيد شيخ صالح، لعل لكم أيضا في هذا اللقاء من كلمة جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الآية تحذر من الشرك وتبين خطره، وأن المشرك ليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. وأما الموحد فإنه له الأمن كما قال الله تعالى أولئك لهم الأمن، هذا للموحدين. وكما ذكرنا الأمن قد يكون أمنا مطلقا لا خوف معه، وهذا لمن أخلص التوحيد لله عز وجل ولم يحصل منه معصية أو حصل منه معصية وتاب منها إلى الله عز وجل وانتقل إلى الدار الآخرة وهو خالص من الذنوب، خالص من الشرك وخالص من الذنوب الكبائر، فهذا له الأمن المطلق الكامل الذي ليس معه خوف، نسأل الله من فضله. وقد يكون المؤمن معه مطلق الأمن، وهو المؤمن العاصي الذي عنده شيء من كبائر الذنوب إلا أنها دون الشرك، فهو موحد لله عز وجل سليم العقيدة ولكن عنده شيء من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فهذا مهدد بالعذاب والوعيد، لكن له أمن وهو أنه لا يخلد في النار بل يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة بسبب توحيده وإخلاصه لله عز وجل، فله أمن. فالمؤمن له أمن على كل حال ولله الحمد، إما أمن كامل وإما أمن فيه نقص. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو نسي المأموم في الصلاة وهو خلف الإمام الدعاء المأثور رب اغفر لي وارحمني الذي في الجلسة بين السجدتين، هل بعد أن يسلم الإمام يسجد سجدتين سهوا أم أن ذلك يتحمله الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة وحصل منه سهو بترك شيء من واجبات الصلاة مثل قول رب اغفر لي بين السجدتين أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي تكبيرة الانتقال، ففي هذه الأحوال ليس عليه سجود، يتحمله الإمام عنه لأنه دخل مع أول الصلاة، ولهذا يقول الفقهاء ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.